السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا هناك يا شباب عن بريفينج بسيط خاص بال الجيت واي جروب عن اللود بالانسنج. المفترض ان احنا نبتدي نتكلم عن جزئية خاصة بالفيل اوفر، تمام؟ بس انا حابب ان انا الجزئية الخاصة باللود بالانسنج او نهنت على بس على نقطة صغيرة. احنا كنا اتكلمنا عن ان انا عندي ان انا اقدر كاريت اللود بالانس جروب من 2 وان مثلا على قتل ده اقل حاجة، واقدر اوزع الترافيك، اقدر اوزع الترافيك بتاعي على خطين بنسب معينة. بيزد على ايه؟ بيزد على جزئية كنا شرحناها في الجيت واي، الا وهي لو جينا هنا مثلا على الديفولت، على الديفولت جيت واي بتاعي هنا، تمام، على الويت، تمام، الجزئية الخاصة بالويت وشرحتها. بس انا حابب في تيبل بسيط كده ممكن نبص عليه مع بعض. خليك معايا ثواني، ده كده تيبل بسيط للدنيا ممكن تمشي ازاي. يعني على سبيل المثال هو بيقول لك انت عندك خطين 1 1 1 2، جميل. ايفن لو انت خليت ال 1 1 مثلا خليت ال 1 1 هنا الويت بتاعه 2، تمام، الجزئية دي تغيير في الجزئية دي، تمام، وخليت ثانية واحدة وخليت الويت في 1 2 هنا نسبة 2 ل 3، يبقى 1 1 هيشيل 60% من الترافيك، هيهندل 60% من الريكوستات، و 1 2 40%. انت عندك زي ما احنا قلنا احنا هنا عندك اب تو كام؟ 30، جميل جميل. لو قلنا نسبة 30 لواحد يبقى كام يهندل كام؟ 97%، يهندل 97% من الريكوستات بنسبة 3%، تمام. طيب احنا عايزين قبل ما نتعمق في جزئية خاصة بالجيت واي ان في اوبشنز كتير، عايزين نشوف كده ازاي اقدر اكريت جيت واي جروب، جميل تمام. ببساطة شديدة هنيجي نقاد، تمام، هنقول له مثلا على سبيل المثال انا عايز استخدم 2 انترفيس، وليكن هنا هستخدم مثلا اول خط اللي هو الويند اتش اس بي، جميل. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل لود بالانسنج. اتفقنا لود بالانسنج هيبقى نفس التير، تير 1، جميل جميل جدا. هنسميها مثلا لود بالانسنج، جميل جميل. الفيرتشوال اي بي، الجزئيه الخاصه بالفيرتشوال اي بي دي حاجه اوبشنال، جميل، زي ما قلت دي حاجه اوبشنال. لو انت عندك فيرتشوال اي بي، لو انت عندك مكاري فيرتشوال اي بي، تقدر تعمله اساين هنا بحيث ان الجيت واي ده، بحيث ان الجيت واي ده يقدر الفيرتشوال اي بي ده يبقى الانترفيس بتاعه، جميل. وده بينفعني في حاجات كتير قوي في الاوبن في بي ان وسيناريوهات كتير كده هنبقى نتطرق لها. طيب الجزئيه اللي بعد كده التريجر ليبل، في عندي اكتر من اوبشن، في عندي حاجه اسمها ممبر داون، حاجه اسمها باكت لوس، حاجه اسمها هاي ليتنسي، حاجه اسمها باكت لوس اور هاي ليتنسي. ايه الكلام ده؟ بيقول لك يا مدير ان انت عندك ممبر داون. ممبر داون بمعنى ايه؟ ان انت بيقول لك هتعمل هي مارك الجيت واي ان هو داون، تمام، في حاله واحده، لو هو كومبليتلي داون هي مارك ان الجيت واي بتاعك ده داون لما يبقى كومبليتلي داون. طب ايه الحالات؟ تبقى في اكتر من حاله، انت عندك ممبر داون، باكت لوس، هاي ليتنسي، باكت لوس اور هاي ليتنسي، جميل. دي كلها حالات انا اقول له ان الترج، انا بقول له ممبر داون. ممبر داون دي ما ياخدش اكشن ويحمل على الخط التاني غير لما يبقى الخط الاولاني كومبليتلي داون. طب مين اللي بيحدد الكلام ده؟ نرجع تاني نقول ان احنا عندنا هنا في الراوتينج، هنا في الجزئيه دي في سيشن كامله يا شباب تشرح الجزئيه دي، استاذنكم ترجعوا لها. تمام.
ايه الاوبشن التاني؟ هل هو لو باكيت لوس يبقى انا همارك ان جيت واي ده ان هو داون، ايفن لو هو الكرنت ستيتس بتاعته باكيت لوس. جميل، لا ده انا همارك ان هو داون واخد الاكشن ان هو داون، ان انا احمل على الخط التاني او يبقى في فيل اوفر او لود بالانسنج، ان انا خلاص ما اعتمدش على الخط ده تاني خالص واخرجه من الجروب، وكل الريكوستات يهندلها الخط التاني اللي هو اكتف معايا في حاله من الحالات دي. جميل، الحاله التالته هاي ليتنسي. جميل، الحاله الرابعه باكيت لوس اور هاي ليتنسي. جميل تمام، وديسكريبشن انا بتحط ديسكريبشن بسيط، ده لو هو لود بالانسنج. جميل، طيب ايفن لو هو فيل اوفر، احنا بنتكلم الحاله دي لو هو لود بالانسنج. جميل، فيل اوفر هتبقى هنا تريجر 1، لا ده يبقى تريجر 2. جميل، الاقل يعني انا دلوقتي لو هنا عندي تير 1 وتير 2، الاقل تمام هو اللي بيبقى اكتف، عشان كده انا بقول له الاثنين تير 1 يبقى هما الاثنين اكتف. لو تير 1 تير 2، لو انا على القصه دي لو انا كررت دي هتبقى هنا فيل اوفر، دي هتبقى هنقول له فيل اوفر. جميل، فيل اوفر يبقى انا الخط ده هو اللي شغال، ايفن ده داون ابتدي يحمل الخط ده، يحمل على الخط التاني. تمام. طيب في نقطه، طب هل في سيناريو ان انا اقدر اكومبين الفيل اوفر واللود بالانسنج مع بعض في سيناريو واحد؟ ممكن اقدر اعمل الكلام ده بسيناريو بسيط، حاجه بسيطه كده، وانت ممكن تفصلها بقى بعد كده براحتك لسيناريوهات اعلى. تمام، ايفن مثلا هنخلي ان الخط اول خط ده هنخليه تير 1. جميل جميل، هنخلي الخط التاني، انا طبعا اضفت خط رابع، هنخلي الخط التاني تير 2 والخط التالت تير 2. جميل جميل، واخر خط هنخليه تير 3. تمام. دلوقتي طبيعة الحال اللي هيبقى الاكتف معايا اللي هو اول خط. جميل جميل، حصل ان الخط الاولاني طبعا بزد على الكريتين اللي حاططها هنا، حصل ان الخط الاولاني داون، ايه اللي هيحصل؟ هو اول سيتويشن ده كده فيل اوفر، هيبتدي يروح للايه؟ للتير 2. طب تير 2 عندي خطين، يبقى هيبتدي يروح للود بالانسنج، يروح يعتمد على الخطين دول از لود بالانسنج سيناريو. جميل جميل، تاني من الاول براحه واحده واحده كده. احنا عندنا دلوقتي السيناريو الاولاني ان تير 1 هو اللي اكتف، تير 1 داون هيبتدي يخش على تير 2، تير 2 لود بالانسنج. جميل، طيب تير 2 وقع هيبتدي يشتغل على التير على التير 2 وقع للخط التاني، هيبتدي يشتغل على الخط التالت لوحده، لو التلات خطوط وقعوا هيبتدي يروح يشتغل على الخط الرابع. تمام، وده كده يعني حاجة بسيطة، مثال بسيط ان انا اقدر انتجريت التو سيناريو مع بعض. وزي ما قلنا يا شباب، الموضوع بيزد على الانفايرمنت بتاعتك، بيزد على الانفايرمنت بتاعتك هي اللي بتحدد السيناريو ايه اوقع سيناريو انت محتاجه عندك في البرودكشن انفايرمنت بتاعتك. طيب في نقطة برضو حابب اتكلم عليها هنا، لسبب ما ممكن القصة بتاعت الفيل اوفر دي ما تبقاش اكيوريت مع بعض السيناريوهات. مثلا عندك المواقع البنكية او مواقع الاي بي، الحاجات اللي هي البيمنت، بوجه عام بتستابلش كونكشن مع اي بي كلاينت، اي بي معين، مع اي بي معين لحد من الكلاينتس اللي هو بيكونكت على، هو بي في سيشن اي ما بيعمل حاجه معينه. تمام، ايفن ان الخط وقع، الخط اللي شغال عليه ده وقع، قصه بتاعت الفيل اوفر لو الخط التاني ده لو هي مش من نفس الاي اس بي ومش بنفس الجيت واي ومش بنفس ومش بنفس ومش بنفس، طالعه باي بي تاني راح تستابلش كونكشن، الويب سايت ده مش هيكمل السيشن مبدئيا معاك، وممكن يبقى يحسها نوع من ال وات ايفر يعني ميثود من الهاكينج. تمام، فافضل حل في القصه دي هي القصة ان هي يبقى اللود بالانسر، لا مش هينفع، يعني اللود بالانسر لا مش هينفع.
قصة تبقى اكتر منها فيل اوفر، بحيث ان انت شغال بخط، الخط ده وقع، الخط ده وقع، هتبتدي تستابلش الكونكشن بخط جديد. اعتقد ان هو هيبتدي يرينيو السيشن كلها واوثنتيكيشن من اول وجديد. تمام، ده اكتر سيناريو ممكن تقابله ويعمل لك مشاكل. يعني في نقطة برضو، انت عندك هنا لو دخلت من على سيستم على جنرال سيت اب، جميل، انت عندك هنا ايفن، انت عندك كام دي ان اس، 4 8 8 8 2 4 2 whatever. حاول تخلي كل دي ان اس طالع من جيت واي معين، يعني بيديك الدنيا تبقى ريلابل اكتر. تمام، طبعا انت ما تقدرش تخلي، يعني هل ممكن تقول لي طب انا هكريت هادي دي ان اس سيرفر تاني، هاد 4 8 واضيف لها، يعني خليها مره بده ومره بده، لا ما ينفعش. الدي ان اس سيرفر فاليو دي ما ينفعش تتكرر. تمام، ما ينفعش ان هي تتكرر. بس كده اعتقد ان احنا وصلنا لنقطه كويسه. انا مش حابب اطول وقت السيشن، فطبعا ان انا طبعا مش هعمل الكونفيجريشن بتاعت الانترفيس التانيين دي، فمن ديني انون، لان هم كلهم طالعين، كل الاربعه دول طالعين من خط واحد، هي مجرد داناتنج. تمام، فنكمل السيشن الجاي ان شاء الله يا شباب. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.